لو عايزين نبدأ مع حضراتكم أخبار اليوم فبالتأكيد في برنامج زملكاوي، الخبر الأول هو عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي. الخبر بيقول استأنف اليوم الثلاث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات أمس الاثنين بعد الفوز على الهلال الليبي بثلاث أهداف دون مقابل في المباراة الودية اللي جمعت بينهما عصر يوم الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وإن شاء الله مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وعلى غرار التدريبات والاستعدادات لهذه المباراة، كابتن معتمد جمال قال لاعبي الزمالك الفوز في بداية مشوار دور المجموعات ضروري. عقد معتمد جمال القائم بأعماله مدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب الفريق بالقلعة البيضاء. شارت الجلسة بعض الرسائل التحفيزية من المدير الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل ليبيا. تحدث معتمد جمال خلال جلسته مع اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط، لا سيما وإن اللقاء يأتي في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة الأفريقية. وشرح القائم بأعماله المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية اللي تنفذها في مران اليوم لتطبيقها في المباراة المقبلة إن شاء الله. الخبر الجاي لو هيطمنا عن مهاجمنا سيف الدين الجزيري، فهو تأكد جاهزيته لمباراة الزمالك وأبو سليم. وانتظم التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول في تدريبات الجماعية للأبيض، وشارك الجزيري في التدريبات بعد تماثله الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية ليصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات. بعد العودة من مباريات المنتخب الوطني والمعسكر، زيزو ينتظم في تدريبات الزمالك. خبر بيقول انتظم أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الثلاث. وتواجد زيزو في التدريبات عقب المشاركة مع المنتخب الأول في مباراتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم. واكتفى زيزو بالمشاركة في الجزء البدني من التدريبات قبل خوض تدريبات تأهيلية فردية خاصة مع المدرب التأهيلي وفقا للبرنامج الموضوع ليه من قبل الجهاز الطبي الفريق منعا للتعرض للإرهاق. للحديث عن المصابين، كابتن معتمد جمال يطلعنا على موقف اللاعبين المصابين. وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم جلسة سريعة مع دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على هامش التدريبات. وشارت الجلسة حديث عن موقف بعض اللاعبين المصابين وآخر تطورات البرامج التأهيلية الموضوع عليهم خلال الفترة الماضية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية. فبالتبعية لو بنتكلم عن المصابين، فتدريبات تأهيلية لرباعي فريق الزمالك خاض محمود حمدي الونش ومصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمود علاء رباعي الفريق الأول لكرة القدم مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي. وواصل الرباعي البرنامج التأهيلي موضوع لهم من قبل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعبين للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. ما عندناش معلومات لسه مين هيبقى جاهز لمواجهة أبو سليم الليبي، ولكن إن شاء الله بنتمنى في هذه الفترة أنه كل اللعيبة فول سكواد تكون متاحة الكابتن معتمد جمال عشان ما نتحطش في الموقف اللي كنا فيه في مباراة بيراميدز. لكرة اليد، ففي بطولة دوري محترفي اليد الزمالك يهزم سبورتينج في الجولة 13. فاز الفريق الأول لكرة القدم في كرة اليد عفوا نادي الزمالك على نظيره سبورتينج بنتيجة 28-27 في إطار الجولة الثالثة الجولة 13 عفوا لمسابقة دوري المحترفين والتي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة سبورتينج في اسكندرية.
بتاع الشوط الاول بتقدم الفارس الابيض 12-8 وانتهت المباراه بنتيجه 28-27، والمقرر ان يواجه الفريق طلاع الجيش يوم الجمعه المقبل في الجوله 14 لدوري المحترفين على صاله محمد حسن حلمي من مقر نادي الزمالك. يقود فريق يد الزمالك كل من احمد رمضان مديرا فنيا، ايهاب محسن مساعد مدرب، حمد عبد الباري مدير الفريق، محمد اشرف طبيبا، واحمد صلاح مدربا للاحمال. المنتخب الاولمبي يختتم معسكره استعدادا لاولمبياد باريس. شهد اليوم الاخير للمنتخب الاولمبي في معسكره بالعاصمه الاداريه مباراه وديه بين لاعبي المنتخب، تم خلالها تقسيمهم الى فريقين بالاحمر والابيض، ونجح الفريق الاحمر في الفوز على الفريق الابيض بهدف نظيف احرزه المهاجم اسامه فيصل في الشوط الاول، والغى حكم المباراه هدفا للفريق الابيض احرزه حسام اشرف. ضم تشكيل المباراه بالنسبه للفريق الاحمر كلا من حمزه علاء في حراسه المرمى، احمد عيد وعمر فايد ومحمد طارق ومحمد حمدي ومحمد شحاته واحمد كوكا ومحمود صابر واحمد نادر حواش واحمد قطه واسامه فيصل. بينما ضم تشكيل الفريق الابيض كلا من علي الجبري في حراسه المرمى، كريم الدبيس، احمد حسام، يوسف صابر، احمد محمود، احمد فوزي وميسي وعمر الساعي وزياد فرج وعلي فرج وحسام اشرف. هي جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية بين اللاعبين، واستفاد منها الجميع، واختتم بها المنتخب معسكره الذي انطلق يوم 13 نوفمبر بالعاصمة الإدارية واستضافت قلعة نادي النادي أحد أبرز ثمار الجمهورية الجديدة تدريبات المنتخب، وجاء معسكر نموذجيا في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. خبر اللي معايا بخصوص منتخب مصر، عامر حسين قال انطلاق معسكر منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا 3 يناير. كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لخوض منافسات أمم أفريقيا والمقرر لها في كوت ديفوار 2024. ويبدأ منتخب مصر معسكره يوم 3 يناير المقبل بعد انتهاء آخر مباريات الدوري يوم 2 يناير، ويتم استئنافه يوم 15 فبراير، ويتم خلال هذه الفترة أمم أفريقيا يعني خلال فترة أمم أفريقيا إقامة منافسات كأس الرابطة بدون اللاعبين الدوليين، وسيتم تحديد مواعيد المباريات خلال قرعة سيتم إقامتها لاحقا. منتخب مصر مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة منتخب موزمبيق إن شاء الله هيبدأ المشوار يوم 14 يناير المقبل، والمجموعة هي المجموعة الثانية مع منتخب غانا وموزمبيق وكاب فيردي، وإن شاء الله يا رب هذه هي البطولة المحببة لقلوب الشعب المصري والبطولة المحببة والقريبة لقلوبنا، كنا قريبين آخر نسخة ولكن ركلات الجزاء ما وقفتش معانا والحظ ما لعبش معانا، ولكن إن شاء الله المرة دي منتخب مصر قدها. مجموعة مصر بوركينا فاسو تتخطى اثيوبيا ب3 أهداف مقابل لا شيء بتصفيات افريقيا لكأس العالم. حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره اثيوبيا ب3 أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاث على الملعب البلدي بالجديدة في المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في تصفيات افريقيا المؤهلة كأس العالم 2026. افتتح ابراهيم بلاتي توريه لاعب وسط فريق بيراميدز هدف التقدم لصالح بوركينا فاسو ضد اثيوبيا في الدقيقه 69، ثم اضاف تراوري الهدف الثاني عن طريق ضربه جزاء في الدقيقه 78، واختتم دانجو واتارا الثلاثيه في الدقيقه الاخيره من زمن المباراه. منتخب بوركينا فاسو واثيوبيا ضمن المجموعه الاولى من تصفيات كاس العالم والتي تضم منتخب مصر بالاضافه الى منتخبات سيراليون جيبوتي ومنتخب غينيا بيساو. بالنتيجة دي يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى من عمر تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم القادم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك. منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني 4 نقاط متساويا مع غينيا بيساو، حيث يأتي المنتخبين خلف منتخب مصر صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط. مجموعة قد تكون سهلة ولكن
الحذر مهم جدا عشان دايما بيبقى حظنا وحش في مجموعات المؤهله لكأس العالم، ولكن نسبيا انت اقوى فريق في المجموعه، مجموعه تقام من 6 فرق، فانت دلوقتي في المركز الاول 6 نقاط، يليك الثاني والثالث 4 نقاط، ففي نقطتين بس كنا نتنأمل ان هم يتعادلوا، ولكن مش مشكله، منتخب مصر قادر ان شاء الله، ان شاء الله يا رب في المباراه القادمه انه يصعد اول مجموعه نهائيات كاس العالم بالعلامه الكامله ان شاء الله.